أسعد الله صباحكم متابعينا مشاهدينا الكرام، حياكم الله زملائي في الاستديو، حياكم الله ونرحب بكم في جولتنا وفقرتنا من سوق الجبير. تعرفين إن شاء الله وياكم على أسعار الخضار والفواكه اليوم مع أخونا زبير هنا من هذا المحل. ما شاء الله عنده مجموعة من الخضار، طبعا عندنا طماط والبصل الهندي والبطاط المصري واللبناني، أنواع مختلفة. خلينا نشوف وياكم هني مع أخونا زبير. سلام عليك يا زبير. وعليكم السلام. كيف حالك زبير؟ زبير عندك ثلاث أنواع، شيء يعني لبناني، لبناني باكستاني مصري ولا شو عندك؟ كلهم فيه. انزين خبرنا بداية، كم السعر هنا؟ هذا لبناني هذا 12 درهم، وهذا باكستاني هذا كبير هذا 12 درهم بعد، وهذا ولي هذا لبناني هذا كبير 30 درهم. 30 درهم، هذا طبعا فيها وزن زيادة على 30. انزين وبصل هندي هذا ولا مصري؟ هذا هذا تركي. هذا تركي ما شاء الله على كم؟ هاي جديد بعد. تفضل تعال نزبير شوي قدام. على كم الكيلو ولا اليونية؟ هذا يونية. ايه 10 درهم. 10 درهم. 10 درهم. هذا عندنا البصل التركي، هذا جديد في السوق. احنا ضارين على الهندي والمصري، لكن اليوم عندنا ما شاء الله التركي. من وين هذا؟ من مصر بعد عندك؟ ثاني في داخل. على كم بعد من مصر؟ مصر ثم هذا نفسي على 10 درهم. على 10 درهم. انزين عندنا الطماط يا زبير، تعال زبير شوي قدام. كم الطماط اليوم الصندوق؟ طماط اليوم هذا 15. 15 يعني كيلو 3.5 دراهم. 3 دراهم. 3 درهم. 3 دراهم. 3 دراهم سعر كيلو اليوم الطماط عندنا، والسحاره او الصندوق هذا شراب ما تشوفون مشاهدينا الكرام على 15 درهم. شكرا زبير، بصير ياكم بعد قدام مشاهدينا الكرام. دائما يوم بتول السوق مشاهدينا الاعزاء بتتسوق، حاول تاخذ من محل الى اخر. السوق كبير ما شاء الله، عدد المحلات قريب بال 300 محل، فاخذ لك يمين يسار، شوف المحلات اللي في النص، المحلات اللي في اخر السوق، فرق الاسعار طبعا والبضاعه. نشوف عندنا هذا المحل. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب تعال شيل الكاميرا ابوي. كيف حالك؟ شو اسمك انت؟ انا محمد شاه جهان. محمد شاه جهان، يا مرحبا محمد. كيف حالك محمد؟ الحمد لله. محمد كم عندك الطماط؟ زبير عنده 15 اليوم، انت كم عندك؟ انا 13. 13 عند محمد على 13 درهم سعر السحاره او الصندوق. في فرق ممكن هذا مال ايراني، في جرداني، في ايراني واردني طبعا، والبضاعه اللي توصل الصبح غير عن توصل المساء، فالاسعار تختلف مشاهدينا الكرام. هني عند محمد على 13 درهم. هني عندك انت البطاطا اللبناني وباكستاني بعد ولا؟ ايه هذا مال لبناني. كم سعر اليونيه؟ هذا جونيه 30 درهم. 30، وهذا؟ هذا 13. 13. هذا 14. نعم. مال جونيه صغير. يونيه صغير 14، وهذا شو عندنا الباكستاني هذا؟ هذا الباكستاني 13. 13، انزين. الثوم والفلفل خبرنا ما شاء الله مرتب، اشياء جميله. شوفوا هذه اشياء جاهزه عندكم، ثوم مقشر. وكم هذا؟ 5 درهم. 5 دراهم. وهالفلفل هنا هذا بعد 5 درهم. 5 درهم. هذا مال الاكل ولا مال شو؟ طبخ ولا شو يستخدمونه؟ هذا مال الاكل. مال الاكل هذا. مال الاكل. انزين وعندنا الذره. الذره مال 5 درهم. 5 دراهم. الفلفل هذا هذا حار بارد صح ولا بارد زياده؟ حار. هذا عماني. هذا بارد. هذا مال جردان اردني ما شاء الله. هذا كم؟ هذا 5 درهم. 5 دراهم. هذا مال حلو، هذا كيلو 10 درهم. كيلو ب10 دراهم. والخس عندنا هناك خس كيلو 4 درهم. 4 دراهم ما شاء الله. باذنجان عندك انواع مختلفه، صغير والكبير، وهذا خبرنا شو الاسعار باذنجان؟ هذا كيلو 6 درهم. هذا كيلو 7 درهم. هذا كيلو 4 درهم. 6, 7, و4 دراهم. وشمندر؟ شمندر كيلو 4 درهم. هذا سعودي ولا عماني؟ عماني. شمندر عماني على 4 دراهم ما شاء الله. زين البصل عندنا حصلنا هناك عند زبير التركي، انت شو عندك؟ تركيا بعد تركي. لا. هذا البصل التركي مثل ما نشوف مشاهدين الكرام جديد في السوق، واصل عندنا ما شاء الله. كم سعر الكيلو؟ كيلو 3 دراهم. 3 دراهم سعر. لا. الكيلو اليونية تقريبا بعد الشيء على 10 دراهم. وعندنا هني هاي الفاصوليا صح؟ الفاصوليا فاصوليا كيلو 10 دراهم. 10 دراهم. بامية ما شفنا اليوم بامية، في ولا ما بامية؟ في صندوق في ما شاء الله صناديق. اشوف شو اللي فوق ابوي ما شاء الله. شوفوا البامي، شوفوا الاحجام. هذا الهندي ولا العماني هذا بعد؟ هذا مال عماني. عماني على كم؟ كيلو 10 درهم. كيلو ب 10 دراهم ما شاء الله. البامي اليوم على 10 دراهم. زين فواكه شو عندك؟ كني رمان، هندي رمان، في امبافي مال مصري، في مال باكستان مانجا، في هذا مال وين الحين؟ هذا مال باكستان. باكستاني. كم الكيلو؟ كيلو 8 درهم. 8 دراهم الكيلو. لا. نزل من 10 الى 8. والرمان هذا اليمني؟ هذا الرمان كيلو 6 درهم مال اليمني. 6 دراهم وصل. لا. ما شاء الله حتى نزل سعر، كان هذا على 8 دراهم مشاهدينا الكرام، اليوم على 6 دراهم، يعني في نزول في اسعار الخضار والفواكه مثل ما تلاحظون ويانا. شكرا محمد بارك الله فيك. بنصير وياكم بعد قدام مشاهدينا الكرام، بنتعرف وياكم على انواع الخضار الموجوده عندنا في المحلات الثانيه. عندنا هذا المحل ما شاء الله هني مرتب، بعد عنده شيء ترتيب حلو. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب يعطيك العافيه. تعال من ابوي شوي هالصوب، خبرنا شو سعر الخس اليوم عندك؟ 5 دراهم. 5 دراهم. الخس على 5 دراهم. الورقيات هاي معروفه كلها على
على درهم، بس اليوم بنسال الشبت من فتره سعره مرتفع، هذا الشبت تشوفونه؟ هذا شبت. انزين كم الربطه؟ درهمين. درهمين، درهمين، ليش استوى غالي؟ كان رخيص قبل. شو غالي؟ استوى غالي يعني الحين يعني تاخذ المن بكم انت؟ درجن يصير 18. 18 ما شاء الله، 18 درهم الدرجن يكون على 18 حسب كذا ياخذون شوي، انباع شوي غالي، كان على الدرهم حاليا على الدرهمين، واحيانا يصيرون اماكن ما تحصلون، ما تحصلون بعد هذا يعني الربطه بدرهمين تكون. زين الطماط كم عندك؟ 8 كيلو 3. 3 دراهم ما شاء الله، يعني 15 اليوم. ايه. 15 عندنا الصندوق، حد على 15، حد على 10 دراهم. والرمان كم عندك؟ رمان 7. 7 دراهم الرمان؟ هذا الايراني ولا قصدي يمني؟ يمني. يمني على 7 دراهم، عندنا هني مثل ما تشوفون هذا الرمان الغاوي. جزاك الله خير، بكمل وياكم بعد قدام مشاهدينا الكرام، بنشوف المحلات الثانية. شوفوا أنا الحين أسلف وياكم على أساس أراويكم فرق الأسعار من محل إلى آخر، ومثل ما نوهت وأقول دائما الأسعار تختلف. ليش؟ أنه في بضاعة توصل الصبح، بضاعة توصل في الليل، أو حتى نفس الشكل تحصلونه مثل الطماط عندنا يجيكم بس إيراني، هندي، أردني عفوا، فرق الأسعار. وهني مع أحد الإخوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، كيف حالك شيخ؟ الحمد طيب. لله، الله يعطيك العافية. خبرنا شو الطماط اللي عندك اليوم، شو أسعار؟ طماطة إيراني فيه. إيه كم السعر؟ 12 بي، 12 بي و 20 بي، 12 و 10 و 20 مختلف يعني الاسعار اليوم ما شاء الله. شوفون عندنا الاحجام كيف الطماط هنا، طماط نمبر 1 ما شاء الله. انزين والليمون عندنا هنا، الليمون 6 ريال، هذا الافريقي، هذا افريقي على كم هنا؟ 6 دراهم، 6 5. اول كان ب 8 دراهم، اول 8 نزل، نزل كل شيء، خضره كله نزل، نزلت اسعار كل نزل الحين وقت حار، بعد نزل بعد ينزل ما شاء الله. وهذا اللومي، لوين هذا؟ اللومي مال مصري، هذا المصري، هذا المصري والعماني والهندي، ما تفرقون بينهم الا عن طريق البياعين خبرونكم ترى هذا من مكان الفلاني، لان كلها نفس الحجم والحموضه. وعلى كم هناك؟ المصري هذا مصري 7 ريال، 7 درهم، 7 زين، كان على 10 الحين 7 درهم، 7 درهم نزل. وهذاك هذا البرازيلي 6 ريال، 6 درهم ما شاء الله. زين نزلت الاسعار. زين تعال يا قدام خبرنا الحين، الشتاء جاي الناس تبى ذره، يبون فندال، شو الاسعار الحين؟ ذره الحين شوي غالي، بعد غالي 7 سبع دراهم، سبع دراهم بعد شوي غالي، بس عقب بينزل يوصلين خمس ريال، خمس دراهم. وعندنا الفندال، فندال مال مصري هذا على كم ما شاء الله؟ 6 ريال، 6 دراهم. وعندنا البصل هنا، بصل الابيض 5 ريال، 5 دراهم، 5 دراهم بصل ابيض بعد ثابت سعره. شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. مكملين بعد وياكم مشاهدينا الكرام، بنشوف هذا المحل يتميز بالفواكه ما شاء الله. ناخذ اللقاء هنا مع الاخوان. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله طيب. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب، منو بيتكلم يخبرنا؟ ما شاء الله، ما شاء الله، خبرنا شو اللي يحل اليوم هنا عندك؟ اليوم قاعد ماليداني. على كم الكيلو؟ درهم ونص. درهم ونص ما شاء الله. في اردني درهمين ونص، اردني درهم ونص، والاردني درهمين. درهمين هذا الاردني؟ لا هذا اردني، هذا الاردني، هذا اردني ما شاء الله. الاحجام شوي اكبر مثل ما تشوفون، عندنا الاردني الحين موجود في السوق، والكيلو على درهمين. والشمام عندنا؟ شمام 3 درهم كيلو، 3 دراهم ماليداني، هذا 5 درهم، هذا على 5 وهذا على 3 دراهم ما شاء الله. وعندنا التفاح، تفاح 8 درهم، 8 درهم. والباباي، بابايا كيلو 7. هذا ملكل ولا من العصير؟ ملكل، 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 هذا من الاكل. عندنا الباباي مثل ما تشوفون كيلو على 7. وهالشمام ملوي ما شاء الله بعد، شمام الاسترالي، استرالي كم كيلو؟ 4. 4 دراهم الاسترالي، على 4 دراهم. وهذا عندنا الكيوي الذهبي هنا، كيوي ذهبي 15، 15. هاي المانجا ملوين اللي فوق، مانجو مال اندونيسيا الفونسو، اندونيسي الفونسو ما شاء الله، وصل عندنا في السوق. كم سعر الصندوق هذا؟ صندوق 22، 22 درهم سعر الصندوق ما شاء الله. هذا وصل شيء جديد عندنا في السوق بعد، المانجا الاندونيسيه مانجو الفونسو. وهذا ملوين من مصر الثاني، من مصر. على كم واصل؟ 28 صندوق، 28 درهم، 28 ما شاء الله. هنا شوفوا الرمان، يا سلام على الرمان. لحظه شويه براويكم الحجم، شوفوا حجم الرمانه ما شاء الله. ملوين الرمان هذا؟ رمان مال يمن، يمني. على كم كيلو؟ 5، 5 دراهم. حصلنا على 7 و6 وحين على 5 دراهم الرمان اليمني. شوفوا الاحجام عندنا طيبه ما شاء الله من الرمان اليمني. تعال ياك قدام، شراونا شو عندك هني؟ المانجا الحين اللي موجود اكثر شيء باكستان، باكستاني. كم سعر كيلو؟ 7، 7 دراهم. الصندوق او الكرتون كم؟ صندوق 35، 35. الموز التشيكيتا نزل ولا بعد؟ التشيكيتا 5 دراهم، 5 دراهم، 5 دراهم، 5 دراهم ما شاء الله. وهاي الجوافه، جوافة صندوق 15، 15 درهم. هاي الموز ملوين هالصغير؟ هذا موز مال سريلانكا اورجانيك، اورجانيك هذا؟ سريلانكا كيلو 7، 7 درهم. الاورجانيك طبعا اللي هو يتكلم عنه الطبيعي بدون اي مواد حافظه ولا اي شيء عليه، والكيلو على 7 دراهم. والعنب ما شاء الله، هنا شوفوا عندنا العنب ملوين هاي، هذا اللبناني، لبناني كم؟ كيلو 7، 7 دراهم. وهذا؟ هذا مصري، مصري كيلو 8، 8. هذا تركي ما شاء الله،
كيلو 10 10. العنب هذا كم اخر واحد؟ هذا كيلو 7 درهم مال 7 درهم. هذا تركي. العنب التركي على 7 درهم. وهني ما شاء الله جايبين هذه الناريلا وجوز الهند. طبعا هذا سيلاني. هذا سيلاني. سيلاني. سيلاني كم سعر الكيلو هذا؟ 3 درهم. 3 درهم حبه. 3 درهم حبه كامل ب 3 درهم. هذا مال عصير طبعا. مال عصير. هذا عندنا طبعا الناريل او جوز الهند السيلاني، هذا يستخدمون اكثر شيء حق العصير. شكرا، جزاك الله خير، ما قصرت. متابعينا مشاهدينا الكرام، جولتنا خلصت وياكم طبعا، واستفدنا فيها وياكم ان شاء الله من جولتنا، وخبرتكم يوم تون السوق. حاولوا تاخذون عدد كبير من المحلات، تجولوا في السوق من اول السوق نص السوق اذا كنت مستعجلها كلام ثاني، لكن اذا عندك وقت حاول تاخذ لفه. شفت الحين احنا لفينا على بعض المحلات في هذا المكان الصغير، جبنا لكم اسعار مختلفه 15 20 و5، يعني اشياء مختلفه. ويعطيكم الف عافيه ان شاء الله، ونشوفكم في حلقات قادمه. لكن الحين نرجع نكمل باقي فقرات البرنامج مع زملائي في الاستديو، وحياكم الله ومع السلامه.